مشاهدينا وين ما كنتم، صحة فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم السهرة. هذا البرنامج اللي يرافقكم كل السهرات الرمضانية على قناة البلاد مع ضيوف تحبوهم كثير، فنانين ومحاضرين معنا. الفنان ديال اليوم فنان سبيسيال، وأكيد كل الجزائريين يحبوه في أدواره. حبيت نرحب بالفنان القدير الهادي تير، مرحبا بك وصحة فطورك. السلام عليكم ومس الخير عليكم، يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون هذه. سامحوني شوية باسكو راني دخان من رمضان، مازالت الشربة تدور في راسي. ربي يعيشكم. ومن بعد نشوفوا شكلا الهادية. نورمال. إلا شربة فريك ولا فداوش، على بالك نحبوا حنايا. يسلمك. لازم نعرفوا واش كانت في الميدا، على الميدا. يعطيك الصحة. أكيد نرحبوا بالدورات الرمضانية اللي تحبوهم كثير كثير. نرحبوا برشيد أوغ، مرحبا بك وصحة فطورك. خلصتي لي انيسه الله يطول عمرك. صحه فطورك انيسه. يعطيك الصحه. فطور كاع الجماعه اللي راه معايا، البيبليك صحه فطوركم، والمشاهدين كاع في القطر الجزائري شكرا جزيلا لكم. وانا راني فخور راني حدا جنب عملاق الشاشه الجزائريه، والله راني فرحان وربي يخليكم. يعطيك الصحه، شكرا. واكيد راني فرحانه راهي موجوده معنا نسرين الصماي، مرحبا بك نسرين وصحه فطورك. بس على نسرين اليوم نقولوا لك واش طيبتي ومن بعد روحي. صحه فطورك. لازم نقول لكم حنت يدي. صحه فطورك انيسه، صحه فطوركم ضيوفنا، وصحه فطوركم ايضا المشاهدين اللي مشوا فينا والجمهور. وان شاء الله يا رب العالمين نجوزوا سهريه شابه. اكيد اكيد بوجوهكم اكيد نجوزوا سهره شابه، والمشاهدين اللي راهم يتبعوا فينا. واكيد هدى مرحبا بك. دورك انيسه، انت سقسيتيها هي واش طيبت وانا سقسيك انت واش من بعد. صح فطورك انيسه، فرحانه بزاف اليوم راهو معنا الباجي ولا الهادي تير ولا واش حبيت نعيطوا لك. ما حبيتو. يعطيك الصحه. انا قلت لك سمحي لي. لا منور، لا منور، دوخني خلاص مازال. ما قلت لكمش ميم با صح فطوركم، اني ديكلاريت الافونس. معليش. صحة فطورك ومرحبا بك معنا. عايش. رشيد اهلا بك معنا وصحة فطورك. نسرين اكي قدامي اليوم. ربي يعيشك. صحة فطورك. الببليك تاني اللي راهم معنا صحة فطوركم مرحبا بكم معنا، وكذلك المشاهدين الكرام ان شاء الله نجوزوا معاهم سهرية مليحة خفيفة اللي ما نتقلوش عليهم حتى السحور. يلا نبداو مع الفنان القدير اللي راهو حاضر معنا، وقول لي انيسه روحي معايا غير بالعقل. غير بالعقل. الهادي قول لي واش تحب، كي يعيطوا لك الباجي ولا المنور في الشارع الان واش راهم يعيطوا لك؟ دوك يعيطوا لي الباجي ويعيطوا لي المنور، انا نسمع كلش، الهادي الباجي كامل. وعلى نفس الوزنه الباجي الهادي المنور برك شويه. لا لا مليحه كل رول عنده هو الاخر تاع الباجي. نحيو بالمناسبه المخرج جعفر قاسم هو اللي عطاني الاسم تاع الباجي، بقى فيا هكذاك. ومن بعد هذه في السلسله هذه تاع دار الفشوش. دار الفشوش شخصيه المنور ولا المنور الجارديني، يعني المنور. هذه هي مي اسمي الحقيقي الهادي. سنا لو برينون تاعي سي الهادي تير، نون دو فامي. إذا قلنا في دار الفشوش اثنين، أعطينا هكذا الوجوه اللي زادها جعفر قاسم في دار الفشوش اثنين، وإن شاء الله اللي راح تعمل ربما تتميز على دار الفشوش واحد، حتى ولو عمل رائع دار الفشوش واحد. عمل رائع يعني في السلسلة الأولى كم شتوها كاع. هو ستان ترافاي دو جروب. صح، عمل جماعي. يعني عمل جماعي، يعني ما تقدريش تقولي فلان ولا فلان. وزادوا الاخرى امينه الشطر. امينه الشطر. ايوه صحه فطورها. والجروب كامل يعني هذه هي اللي على بالي اللي راهو تما. وشويه الادوار شويه تغيرت، زادوا فيها اشياء اللي ان شاء الله احنا نقولوا للجمهور ان شاء الله نعجبوكم ونافي واش نقدروا. اكيد اكيد. ان شاء الله يعجبكم. اذا كاين تطور في شخصيه المنور. نعم كاين تطور بصح ما نقولكش. نخليك هكا بديتي تفرجي باش تشوقي تكملي. ما انا تعاود تجيني من هنا يخلص رمضان ان شاء الله. اه واه ان شاء الله. يعني في الديماراج
في البدايه تاعو يبان باللي حاجه مليحه ان شاء الله. الحمد لله. لهادي انت فنان قدير، واكيد نفرحوا لما نشوفوك في الاعمال الرمضانيه، نقولوها دائما حبينا طول العام، لكن ما شاء الله حتى الاعمال لما تكون في رمضان نفرحوا، فنقولوا انك محظوظ انه كل رمضانات الحمد لله موجود الهادي، لانه في بعض الخراجات وللاسف لبعض الفنانين شفناهم غايبين، وحنا حبينا يكونوا على الشاشات وفي الاعمال الرمضانيه. والله تاع الاشياء هذه تاع ذاك، هو كل العبد يرجع ربي سبحانه اللي عطانا طول العمر الحمد لله. وهما العروض يعني بزاف من عند المخرجين، بصح انا نشتي نخدم مع جعفر قاسم بزاف، لان انا خدمت مع عده سيلات، يعرف العقليه كيفاش وذاك. انا دوكا موناج راني في عمري 62 سنه ومازلت نتعلم. انا برك اللي جون باش جامي يحملوا هذاك الغرور تاع ولا فنان هاني فنان هاني نبان فنان. نو، الانسان الفن هذا باش نقولوا صعيب، الانسان لازم يعطي له كارو ويبقى يتعلم جوسكا لا فان، حتى يموت هو يتعلم، ماشي دار سلسله ولا زوج ولا دار ان فيتون يقول لك انا وليت ممثل، صعب. واش من الخانه نصنفوك سي الهادي؟ والله يقولي واش حبيتي، برك كلمه فنان صعيبه عليا باسكو مازلت ما لحقش لو نيفو تاع فنان. أنا هكذا أنا. ولكن حنا كمشاهدين سي الهادي دبر راسك، حنا كمشاهدين حنا اللي نحكموا. وي حنا نحكموا ونقولوا على الببليك الهادي البادجي والمنور. فنان. وي والله برك حبيت نسقسي، حنايا كل رمضان نشوفوا البادجي ولا الهادي تيرمو، عارفين دائما نشوفوك في شهر رمضان تقدم يعني اعمال ما شاء الله عليها، لكن حنا ان شاء الله ماذا بينا كل رمضان نشوفوه، لكن لو كان زعما هكا يجيك كاش رمضان وما تكونش انت فيه ما نشوفوكش، يعني شنو هو ردة الفعل تاعك؟ اسكو راك رايح تحزن لانه ما قدمتش وما فرحتش الجزائريين، ولا على روحك انت تشوف روحك انه كنت قادر تمد وما مديتش، ولا كاين لانه بعض الفنانين اللي يشوفوها انه هذه هي الحاجه اللي حبيت نقول لك. تسمى الانسان ما يحطش في روحه في راسه هذه الاشياء. انا كلش الحاجه الاولى كما تعرفي عقليتي كما راني هك الاولى الانسان يتكلم على ربي سبحانه، وهذه كل انا بالنسبه لي نكمل في السي في تاعي واش كتب لي ربي تلحق. جامي جامي حطيت روحي ما يعيطوليش ما يغيظنيش الحال، لان لو كان يشوفوني في دور يعيطوا لي انا اكيد من هذا الاخ، ما لقاوش الدور تاعي في هذيك السلسله تاعهم في اي مخرج، ماشي نقول لك هذا هذا ولا هذا ولا ما كانش، انا شاد في ربي سبحانه. يلا نروحوا رشيد من بعد نروح نسلي سماي، عندك تدخل؟ عندي تدخل. يلا سي السي الهادي باسكو كاع نبغوه، وانت ماشي فنان، انت فنان ونص، تبغي ولا باش نقولها لك. انا بغيت نسقسيك سي الهادي، انت بالمظهر الخارجي عندك بهذه اللحيه اللي تعطينا عطيتك وقار وعطيتك هيبه ويبغوك بها بزاف، بغيت نسقسيك اسكو فوزيت اكزيجون في الادوار، يعني هل انت تشترط نوع من الادوار اللي تلعبهم، ولا قابل تلعب اي دور اللي يطلبوه منك؟ لا لا، هي الحاجه قلتها عده قنوات، انايا عندي ثقه بزاف المخرج جعفر قاسم، ثم هو لو سول، انا وانا حر في رايي، لو سول اللي يقدر يقول لي نحيها ولا خليها. انا نحيتها في شفيقة من بعد اللقاء، نحيتها لأن ظروف مام الدور يطلب لازم تنحى نحيتها، أبار جعفر قاسم ما كان حتى واحد اللي يقدر يقول لي نحيها. إذا كاين صحيح لما يكون مخرج وعلاقة طيبة مع الممثلين يقدر يخرج منهم الأدوار. نسرين سمايش سمعنا أنه الهادي احنا نعتبروه جيلنا والمشاهدين أنه فنان وما كاش لا يختلف عليه اثنين، في حين شفنا بالك ربما حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وين يقول لك ربما احنا فنانين كبار وبداوا يدخلوا عالم التمثيل ويوصلوا متاخرين، في العديد من المرات يكونوا معايا ممثلين يقول لك جاء من مواقع التواصل الاجتماعي ولا جات من مواقع التواصل الاجتماعي لكن يوصلوا متاخرين، وحتى الممثلين اللي عندهم سنين وهما في التمثيل وكانوا مخضرمين مع عدة أجيال يكونوا في الوقت وربما قبل كامل الفريق التقني
البعض يقول لك انه انايا عندي الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني في هذه النقطه هذه نشاركك فيها دايوغ، كنا تكلمنا انا وسي الباجي يعني في الكواليس انه كاين ناس اللي يعطوا لهم الثقه الكبيره خصوصا المتتبعين تاعهم ولا حتى يعني لي سبونسور اللي نقدروا نقولوا لي مارك يعطوا لهم هذيك الثقه في النفس انه يقدر يدير اي حاجه تمكنوا نفسه ما يديرهاش انسان بروفيسيونيل. مالوغوزمون كاين دي جون اللي دخلوا عالم التمثيل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بصح ما قدروش الناس اللي يكونوا هكا في قيمه الفنان ديالنا الله يبارك عليه، دونك يمشوا بهذيك الذراع انه انا عندي لي زابوني عندي 1 مليون ما تهضروش معايا. يجي واحد بتتر انجيسون سمعت في قاعده من القاعدات انه كانوا هكا جماعه تاع لي انفلونسوز لي انفلونسور بلا سون سيتي لي نون، جا الانجيسون باش يدير لها الميكرو قالت لك نوض بديت نعيط ايتو الوغ كو سي الخدمه تاعو. دونك يحسبوا انه الملايين هما اللي يمشوهم ويطلعوهم في مرتبه على الفنانين الاخرين. انا نقول انه الملايين هادو تاع انستغرام ولا دايوغ الى شفتو سمعنا قبل رمضان كان صرا عطل على مواقع التواصل عالمي فيسبوك وانستغرام ميتا يعني كان متعطل كاع ولينا ما كانش. وانا فرحت لانه الواحد يعاود يرجع كيفاش يقول يراجع نفسه ويقول باللي مواقع التواصل الاجتماعي راني هنا ما رانيش. صح نسرين وانت ما خفتيش قلتي انه ضربه وحده ما كانش مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش رايح ندير انا؟ قلت واحد الحاجه ما كانش واحد كان عنده هذيك الرزانه كي شفت باللي ما كانش لي ريزو داير ما يخفلكش انه صارت لي زوج خطرات تمت قرصنه الحساب تاعي وحكيت لها يعني حسبتي انه قرصنه؟ لا ما حسبتش انه قرصنه قاعده نقول بون الا راح الحمد لله نسين سماي راهي هنا. انا يعني مش وليده موقع التواصل الاجتماعي، انا وليده يعني التلفزه الجزائريه يعني الشاشه الصغيره الى صح القول. يسمى الواحد كيكون عنده محتوى مليح تعاودي من الزيرو يعاودوا يتبعوك الناس لانه الناس يحبوك انت ماشي يحبوك على انك درتي باد باز ولا درتي حاجه يعني اللي درتي فيها شوشره وجاوك المتتبعين اللي يحبون كما نقدروا نقولوا حنايا تقرا ايج تاعهم. دونك الى نسرين قولي لي فقط في للاسف كملوا شاو صاري في قطاع غزة وقلوبنا كلها حتى في هذا الشهر الفضيل كلها مع الفلسطينيين مع سكان غزة والجزائر وفلسطين قلب واحد ونتنفسوا يعني هواء واحد، لكن في فترة من الفترات كل الأنظر كانت متوجهة حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل الأحداث اللي راهي تصرى بقطاع غزة، فشفنا الانستغرام في الجزائر وحتى خارج الجزائر يعني جبدوا شوية على يوميات انستغراموز إن صح التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى في تيك توك، فلتمك شفنا أنه دي كلاش وخدوخرين عودوا حياو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا صحيح لأنه سان غيزو بالك انت تعرفي خير منا حنا لانه راكي تنشطي عبر الانستغرام والان ربما حتى التيك توك وفيسبوك، فقولي لي هل هذا صحيح ولا حنا نظنوا انها ديكلاش مفتعلين؟ يعني كاين ديكلاش صح مفتعلين وكما قلتي يعني في الفتره اللي جازت عليها العالم خاصه العالم العربي اللي تاثرنا بزاف كامل كنا كما نقدروا نقولوا لازم نساندوهم لانه كل واحد ما يساندش حيتعاتب وديجا الضمير تاعك يعاتبك قبل ما يعاتبك الجمهور ولا اي انسان يكون قريب منك. لكن زعما كي طولت يعني هذيك الفتره ايتو الناس ولاو يروحوا فيغ كسوسوا لي كلاش مفتعلين، ما يخفركش انه كاين ديكلاش مفتعلين وكاين ديكلاش اللي يكونوا صح يعني صرات ضربه ولا وحده راحت الايفينمون شافت فيها وحده خطره عيانه ايتو تصرى هذاك نسرين سماي عندها كاع الخبايا باش لا يعني الجمهور ما ولاش يعني غبي ما نقدروش نقولوا هذا الشيء لانه ولاو حتى الجمهور يروحوا برك باش يقراوا بصح على بالهم بلي هذاك الكلاش راهو كلاش ما كاينش بصح يروح يشوف رده فعل الاخر. يلا نشوفوا يا الهادي قول لي لا راك فاهم لي كلاش تاع انستغرام اعطينا رايك على معلومه نحترمها بزاف الاخت الكريمه وانما برك هذو تاع تيك توك ما كانش اللي يوجههم برك يعني كاينين نتبع كاينين عندهم موهبه برك التوجيه ما كانش ولا تقدري تقولي لي سونتر دو فورماسيون ما كانش. الحاجه الاولى لازم ينحلوا الغرور هذه براسو وهذه سهله باسكو هنا واحد كي نقولوا له النصيحه هذه قدر ما يتقبلهاش يقول لك غير مني هذا شيخ كبير ولا هذا راح وقته. هذه الغلطه باسكو هنا منين تعلمنا من الناس الكبار والاحتكاك مليح سي الهادي الجيل الجديد مع دوك نهضر لك كيفاش حنا خذينا هذه الرساله.
مع لي زونسيان كما مثلا ان اكزومبل حسن الحسني. انا نعاود تفرجت شحال تقدري تقولي لي فيلم تاعو نعاودهم بزاف، مثلا قصيتي وزو علاش نقول لك كان دي الزهر مثلت معاه وعطاني دي كونسي بقاو في راسي للدوك. وانا كي تعرفيني نشفى بزاف، كاينين حركات يقول لي مثلا اقومي انا عندي الزهر والله ما نعرف، كل خطره يغير مع لي زونسيان. نعمون مداني نعم بالمناسبه صحه فطور نحييهم قادر الله يرحمه نحييهم. هاد الناس لازم هادو لي جون لازم يعني تكون لهم تقدر تقولي انفورماسيون باش يوجهوا هاد لي جون. هذيك الاشياء اللي يجوزوها هاي هاي بلا عندها حتى معنى يدير لهم لي قناه يوعيو الشباب هذو اكثر ما نشوف فيهم كان عندهم موهبه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي ربما باش تعرف انك موهوب، من بعد التاطير ولي فورماسيون املا حتى ندخلوا لعالم الاحترافيه. يلا رشيد سيدي نهلا وتعجبكم ما قلنا عندنا جروند انستغراماز اللي هي هذه بنتي نسرين هذه بنتي وكاينه حاجه هي على بالها. هذه الكون جو كامل هي علاش ما فتحتش النيكول؟ هذه احنا نديوها من هذا المنبر لكون هي توجه هذو البنات. صح راك ما بونيها باش كان عندها الهادي الهادي نسرين انا لهنا ديريكت راك ما بونيها ما بونيها ونفخر بها ويعني بالها علاش انا دوك عندي عام ما تلاقيناش ولا دوزون مي اي خلاص الهادي ما بوني نسرين سماي هادي نحييو نحييو ونتبعها ماشي نتبعها برك تبع واش راهي تخدم يعني وكاينين منها بزاف. علاش هاد الاشياء ديما حنا نخافوها؟ اها هذوك تاع تيك توك نو شوفوا شكون هو جيل جديد راه موجود هذه هي برك يلا يعني نسرين روحي سمحي لي نسرين نشوفوها انه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماشي زعما في وجهك مي صح عندها محتوى ديالها نقي محتوى تاعها هادف ما عندهاش زعما تاع تركب الموجه. مي انا راني حابه نسقسي نسرين ذاك النهار شفتي زعما الانستغرام ديالك ما كانش كان خلاص ميت هذوك الايامات ما خممتيش انك تركبي الموجه وتدخلي في ليكلاش وتقولي نتفاهم معاك كاش وحده ونقول ايا ندير وحدك شما نديروا بالبله والغاشي عاود انا نعرف نسرين حتى ليكلاش ديرهم في الخف ندافع هي مش من النوع هذا يتركب فوالا. لا لا انا نسقسيها باسكو دوكا ميم شفناها انا نتبعها قولي لي لا 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 ميم انا نتبعها نسري شوفي لهنا كلش لا انا نهضر لي شفافيه كيما هي وكانوا يعني عندهم محتوى توافقيني نورمالمون نسرين عندهم محتوى بصح كي يلحق الوقت الانسان اللي يخمم غير في الدراهم صح يخمم غير انه لازم الانستغرام تاعو يقعد تحي لازم يقعد يدخل دراهم يخمم انه يدير هكذايا بالباله باش الناس لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا انا ديفوندي لو تونك فان تاعها لا لا الحمد لله الحمد لله انه كاين الناس اللي عندهم محتوى نقي. تمنيت يكونوا الاف كما هي وما يطلع لو نيفو تاع لي تيك توك عاد من هبه ودبه يفتح يلا نسرين عندك العلامه كامله على الانستغرام يلا بس ما تهربوليش من السؤال واش فطرتوا شوف الهادي على بالي باللي نقولوها اليوم للجمهور انه السي الهادي يعني كل في كل مره هكذا دردشه خارج الكاميرا يمدح الزوجه ديالو ايه انا قالها لي سي رشيد الخطره اللي فات دوك جاتهم حاجه غريبه وانا هكذا خطرة هي بعد سألتني كانت في حصة قالت لي واش تمد رايك في الحب؟ الحب ثم انا حبيت مرتي تزوج بها وخلاص. علاش؟ خطر مع الحب تاع دوكا اللي رانا نشوفوا فيه تاع مصلحة هذه لازم الشباب ينحيوها. خطر مع البنية اللي ما يكونش على اساس صحيح يروح. احنا ما عند ربي، ربي يخليها لي جوستي ونحييها وربي ثاني يشفي امي. سمعنا هذو الزوج في الدنيا ما الحمد لله. نقولوا فقط الهادي انا حكاو ليا واليوم قول لي ايه ولا لا لا حكاو لي على الجو في الطياره حكاو لي على الساندويتش مقسوم نص نص فقول لنا هي ذوك مانيش عارف انا تبان لي نورمال مع الاخوه موجودين حاضر وكان زميلي رشيد اول خطره تلاقيته بس كنعرفه غير في الشاشه
انا طبيعتي كاس ما نشربو لازم نقسمو مع زوجتي لا غالب يقولوا ديفو يقولوا هذاك انا هكذا مدير ما نقدرش انا ندخل لان ريستورون ناكل وما نديلهاش لا غالب دوك تقولوا كبير ماشي كبير انا ملي كنت لا جميل جدا حبه حلوه نقسمها كليت هي اللي كنت تولي لدي نتاعنا ومفروض سكنت رب الاسره لازم هي تشوف غير ليك وانا طبيعتي هكذا وقا ولادي حبه حلوه يقسموا نتمناو اني فربما على حسابي انا حاجه مليحه نتمنى اني الناس ديرها هذا يعني ما تهبلهاش في المطبخ في رمضان واش طيبتي والبورك حرقتيه ما حرقتيه حكايه المطبخ هذه انا ما عنديش دار اصلا وقلتها بليزيور فوا عندي ان ستوديو ميم با ان ستوديو صافي الكوزينه تاعي كيما من لهنا برك ميم با مترتين هذا ما كان صح السيد الهادي إيه الهادي طير الفنان ولا قلت لك انا الفنان نحيها سمع سامحيني على كل حال إيه دوك انا ما هذه نحيتها من راسي تاع الساكن دوك انا فيها مري 62 سنه ونسكن داخل هي نورمالمون ما نقولهاش كي طرحت السؤال نقولها لك نسكن داخل الاقامه الناس الكل تعرف داري ماشي ميم با ستين لوج والحمد لله هاد الخطرة بنتي قالت لي بابا قولي سقساتنا اف اون ولا اف دو ولا اف تروا قلت لها اف اون ميم با هي دوك هي احنا في رمضان نحبوا نقولوا ربي يهدينا وكل واحد واش عطاه ربي سبحان الله وانا مقتنع علاش مقتنع؟ هم بناو علاو وراحوا خلاوه السي الهادي نقولوا فقط انه راك تقول لنا السكن ديالك سكن وظيفي ماشي اها وظيفي مع الزوجه وولادك ولادي نورمال وحنا لا ما نشوفوا الهادي في التلفزيون نقولوا انه الهادي راه ساكن مليح انا سامحيني عندي تقريبا 40 سنه وانا نسكن صحي نورمال على بالك علاه نورمال في التوبلاتا نورمال تبقى نورمال وهاني سكنه واش راح يزيد فيها نولي صغير دوك سي تروطار يكملوا انا قريب للجبانه تدفن وخلاص بعيد شر عليك لا بعيد شر بيطول هي من المفروض ما تكونش الهضره هذه باسكو انا ما نحبش نفكرها إيه هما ينحيوا المكتوبه هي ماشي مكتوبه في السي في تاع ربي سبحانه هي نورمال الهادي سامحيني هدى يعني انت انسان قنوع لانه الحمد لله ولكن انا كنت موجدت لك سؤال تفضلي نعرفوا انه الفنانين اللي ضحكوا ويضحكونا في التلفزيون يعني يخبوا حزن داخلي هل صحيح الهادي وانت اليوم راك تحكي لي على سكن انا شخصيا ما على باليش باللي الهادي انا شخصيا ما على باليش الهادي وين يسكن ما نحبش الاشياء هذو يخصوني ما نحبش الجمهور يحبني بالسكنه ولا بلا سكنه صحيح يعطيهم الصحه بارك الله فيهم وانا ديما نشوف اي سوا جون سوا يحكي لي ما نحبش علاش نقول له هكذا نحب انا هو كما راكي تشوف فيا كوستومي كرافاتي حتى صحيح الحمد لله صحيح. انا هكذا مقتنع تا هذي تا ساكن وهم داو دي شاطو شفناهم ماتوا خلاوه لا بروف نعطيك معلومه برك ربما انت على بالك الشاطو اللي رانا نديرو فيه تاع من هو انسان سكنوا شحال عمره كامل مبني في 1800 وكان وكبر الهادي ودار وتورنا فيه وسيد مات راح وخلاه كاين والو علاش لكون كل شعب هذا وسيرتو هذا الناس هي من المفروض قلت لك يعني في رمضان ما نقولوهاش هذو اللي عندهم ثلاثه وربعه وخمسه ويخليو يروحوا يخليو صحيح ابني وعلي وروح وخلي صح احنا دوكا واش راني نخمم في رمضان انا رانا في شهر رمضان الانسان يشوك فيه باهي قابل ربي هذا هو الصح ولا السكنه معاه انا خلاص انسان قنوع ما شاء الله الحمد لله وبالك تقول انه البيت تاعك راهو ضيق بصح انت سكنت بيوتنا وحبيناك خلال من خلال التلفزيون وكلش لكن انت تقول انه الان ما عندك حاجه معليش انت خلاص بصح دراري بالك يسحقوا الاولاد وي الام تاعهم بالك تسحق انت انسان صبور وقنوع ويعني من الجيل نقولوا انك من الجيل الذهبي لكن الاولاد تاع دوكا يطلبوا انهم ماذا بهم يكونوا يعيشوا في بيت يعني الله يبارك عليه وعلاش لا تقدر يكون مع الوقت يقدر يكون عندك لانه انت تستاهل وصح بالك ما صحتش اليوم كملي واصلي انا دوكا كنت نحكي مع الاخ رشيد
رحت للكوافير تلاقيت واحد يحبني يحبني صح يحبني سلم عليا تصور معايا دار معايا سيلفي قال لي والله وتجيب لي غدوه طالب تاعك انا ندبر راسي قلت له الاف كيما انت ما نحبش نذكر الاسماء مي ماشي مكتوبه لكم مكتوبه هي اللي نديتها نورمال كيما قلت لي انا وين انا ما كنتش حاط في راسي نولي دلاج هذا ننسى على بالك مع العامل نخدم رئيس فرع النشاط الثقافي الرياضي علمية في سيتي يونيفرسيتير ويعرفوني كانوا إطارات خرجوا من الإقامة وكانوا ذوكهم ولاو دي ريسبونسابل ويعرفوا حالتي وكاينين الناس تخرجوا من دي كرون ريسبونسابل ويشوفوا فيا ما فقتش لقيت روحي 60 سنة خلاص باي باي واش نقول؟ نقول أنا حاجة مش كاتبة واحد ما يقدر يعطيها لك قريت ولادي نخدم رجله هذا هو نقول فقط انه كما قلت كل شيء بيد ربي سبحانه ولكن ان شاء الله سمحي لي هذه برك البعض وطرحتي لي انت سؤال نورمالمون ما يتحكاش هذه الاشياء هذه انا يبقى انا مي برك قلت لك الناس كيف راهي تعني ماشي كل واحد يقول لك لازم ندير هكذا صحيح تعود صحيح. حاجه ماشي مكتوبه اذا متاخر ماشي متاخر صحيح. هذا اللي يخمم هكذا انا نخمم هكذا يلا نقول ان شاء الله الرساله تكون وصلت نروحوا لفاصل وسنعود في برنامج السهره يلا